حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من الرافدين، نرسو فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية. نبدأ بأهم العناوين. في الهيئة مات فقدان وشيك للسيطرة على الوضع الصحي المتدهور في العراق. نطالع في المدى، سوء التنظيم بمراكز لقاحات كورونا يثير حفيظة المواطنين. في العربي الجديد، العراق مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالتحقيق بوفيات سجون البصرة. وفي عربي 21، غارات إسرائيلية على أهداف للمقاومة في غزة. بموقع يقينة الصحة، تراجع إصابات كورونا لا يعد مؤشرا على استقرار الوضع الصحي في العراق. نقرأ في الاندبندنت، أسر ضحايا 11 من أيلول سبتمبر لا ترحب بمشاركة بايدن أنشطتها. وميدل إيست آي، صراع داخل حزب المفاوضين على العلاقات مع الشرق الأوسط. نبدأ مشاهدينا الكرام من مقال بقلم عمر الحلبوسي بعنوان شباب العراق بين كواتم الموت وغياهب السراديب. جاء فيه: لم تعد الحياة ذات قيمة لدى شباب العراق الذي تساوى عنده الموت والحياة بعدما فرضت حكومات الاحتلال المتعاقبة واقعا مساويا أحبط من خلاله شباب العراق حتى أصبحت الميليشيات والأحزاب تتقاذفهم بينها وتجرهم لحرب لم نجن منها في العراق إلا دمارا يسعرها الولي الفقيه والعمسام في أروقة الكواليس المظلمة التي جمعتهم تحت شعار المصالح المشتركة. فقد أوغلت الحكومة والميليشيات في إراقة دماء شباب العراق في ساحة التظاهر الممتدة من الأنبار إلى بغداد وكركوك والناصرية والبصرة. إن ما يمر به العراق اليوم من منعطف خطير تدور فيه دوامة القتل والإجرام التي تعد جزءاً من الدعاية الانتخابية للأحزاب التي تعتاش على الطائفية وقتل الشعب لمحاولة شحنه وإجباره على انتخاب قوائم بعينها. وهذا يفسر ما حدث في تفجيرات ساحة الطيران ومدينة الصدر رغم كثافة التواجد الأمني، وكذلك العمليات الإرهابية التي تشهدها كركوك والأنبار وصلاح الدين والموصل، كلها تشير باعترافات حكومية أنها من أفعال أحزاب حكومية تستخدم هذا الأسلوب الإجرامي كدعاية انتخابية وشحن طائفي يدفع الشعب مجبراً لانتخاب أحزاب ميليشياوية. وهذا ما يفسر بقاء نفس الوجوه طوال 18 عاماً من حكم الاحتلال وعملائه. إن الشعب العراقي الذي ازداد سخطه على الحكومة والأحزاب وميليشياتهم لم تلقي الحكومة له بالاً ولم تكلف نفسها بالاستماع له، بل تواجهه بالحديد والنار لمحاولة كسر الإرادة الشعبية التي اشتدت على الحكومة، وهو ما زاد من نفور الشعب من المشاركة في الانتخابات أكثر من قبل لعدم ثقته بانتخابات تنظمها حكومة الميليشيات ويرعاها الأمريكان والإيرانيون، وهو ما سيدفع هذه الحكومة إلى تأجيل المسرحية الانتخابية إلى عام 2022 مع تصعيد طائفي وإجرامي. ربما تبتهج الحكومة ورعاتها بالعرس الانتخابي المزعوم على صوت تفجيرات القتل والتنكيل لمدن عراقية تحت مسميات طائفية وعلى أصوات المخطوفين من الناشطين الذين يعذبون في غياهب السراديب وأصوات الكواتم التي قتلت شباب العراق من أجل إطالة حكم الاحتلال وعملائهم من ساسة الغفلة. نبقى مشاهدينا الكرام مع صحيفة الميثاق، إذ كتب الناشط رامي أحمد: في العراق المحتل تعددت الجرائم بأشكال مختلفة وطرائق وأساليب لم يعهدها عامة الشعب العراقي قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003، وارتبطت هذه الجرائم بصورة عامة بعوامل اقتصادية معينة بسبب الظلم الاجتماعي وغياب العدالة فضلا عن التفكك الأسري، وأن من أسبابها أيضا الطائفية
التي تنفذها أذرع إيران في العراق. على المستوى المدني تغلب النزاعات المسلحة بين العشائر وخاصة في جنوب العراق، بالإضافة إلى انتشار القتل على الهوية لأسباب طائفية وقومية وعرقية ما بين عام 2005 و2008. وقد أشار باحثون في شؤون الجرائم أن العراق من أكثر الدول العربية التي جرت فيها جرائم القتل الجنائية بنسبة 11.5% لكل 100,000 نسمة. وإذا عدنا بالزمن إلى الوراء قليلاً، يوم خرج أبناء المناطق الغربية عام 2011 بتظاهرات ضد حكومة المالكي شملت محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين وكركوك والأنبار، مطالبين بحقوقهم بصورة سليمة، إلا أن السلطة الحاكمة في ذاك الوقت تصدت لهذه المظاهرات واعتبرتها تهديداً مباشراً لسلطتها، حيث اقتحمت قوات المالكي ساحة الاعتصام في الحويجة ونجم عن ذلك عشرات القتلى والجرحى ومئات المعتقلين. أما في ديالى، هذه المحافظة المنكوبة التي تعاني الويلات بسبب الصراع الطائفي وتخاذل السياسيين الذين يمثلون المحافظة، فقد حدثت مجزرة جامع سارية بتاريخ 17 من الشهر الخامس من عام 2013، أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 40 شخصاً وجرح ما لا يقل عن 46 شخصاً، واتهم الحراك الشعبي في العراق حكومة المالكي بارتكاب هذه المجزرة. واجهت القوات الأمنية هذه التظاهرات بعنف شديد، واستعملت قوات الأمن القناصة واستهدف المتظاهرون بالرصاص، وقد بلغ عدد الشهداء من المتظاهرين 740 شخصا منذ بدء التظاهرات، إذ أصيب آلاف أيضا بجروح في أثناء هذه التظاهرات، منهم 3,000 إعاقة جسدية، فضلا عن اعتقال العديد من المحتجين وأيضا قطع شبكة الإنترنت. كل هذه الدلائل تشير إلى أن هذه الجرائم ارتكبتها الميليشيات المسلحة بالتواطؤ مع الحكومة وأحزاب السلطة. طبل الأحزاب تصدح في أضرحة النفاق السياسي، هذا المقال بعنوان عصام الياسري جاء فيه. عندما غادر الرئيس السابق سلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر بغداد بعد مراسيم نقل السيادة في شهر حزيران من عام 2004، خلف وراءه 100 قرار كان قد وافق عليها بصفته رئيس سلطة الاحتلال في العراق، وليس من قبيل الصدف على الإطلاق أن تمرر هذه المشروعات والقرارات الخطيرة على مستقبل العراق ومواطنيه، كلائحة الدستور الأساس وقانون الانتخابات العام اللذين يشوبهما كثير من التساؤل، وكقانون النفط والغاز والمعاهدة الأمنية، فضلا عن مشروع ضم أفراد الأحزاب والعشائر إلى القوات العسكرية. كل ذلك كان مخططا له. لقد سعى الاحتلال منذ غزوه للعراق إلى تشجيع الاتجاهات الهادفة إلى إنهاء كيان العراق كوحدة وطنية أرضا وشعبا، وتناغمت الأحزاب الطائفية والشوفينية العربية والكردية الشيعية والسنية مع هذا المسعى الخطير لتحقيق مآربها السياسية والفئوية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل خطر ببال كل هؤلاء الذين أوصلوا العراق إلى ما هو عليه اليوم بسبب انتهاكاتهم للمبادئ الأساسية لمفهوم الدولة بهدف تحقيق مآربهم الشعبوية الطائفية على حساب الحقوق العامة للمجتمع، هل خطر ببالهم بأن كياناتهم المزعومة ما دامت مرهونة المصير والأجل ستكون أمام ردة فعل الجماهير الغاضبة غير مضمونة إلى ما لا نهاية، ولن يستمر النمر في إطعام البهيمة إلى الأبد؟ إذن أزمة الحكم في العراق كما يبدو أزمة محاولات يائسة لا تجدي، ولا ينفع التزويق والنفاق السياسي من على منابر الإعلام إحياء مشروع الدولة بسهولة، فالصراعات الطائفية والعرقية اليومية من أجل المكاسب الفئوية لم تعد حالة استثنائية.
أضاف الكاتب أن الخلافات المستمرة عن الانتخابات داخل السلطة وخارجها كما في كل مرة هو صراع الضباع على الفريسة للبقاء في السلطة والسيطرة على مركز القرار داخل مجالس السلطات الثلاث. ونقرأ مشاهدينا تقرير لموقع يقينت عن الهجرة: تدفع الظروف المعيشية والأمنية كثيرا من العراقيين لطلب اللجوء أو الهجرة خارج بلادهم بحثا عن عيش كريم حرموا منه فيها، لكن كثيرا منهم لا يعون مخاطر الانقياد لمهربين مرتبطين بعصابات المتاجرة بالبشر المرتبطة بدورها بزعماء ميليشيات وسياسيين متنفذين، كما لا يعون المصالح والتعقيدات السياسية في تلك الدول. وغالبا ما يستخدم اللاجئون ورقة ضغط بين دول المرور ودول اللجوء، ومنها ما يحصل على الحدود مثلا بين بيلاروسيا وليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي. تقوم الخطوط الجوية العراقية برحلتين كل أسبوع إلى مينسك عاصمة بيلاروسيا، حيث تنقل طائرات البوينغ 747 ما يصل إلى 500 مهاجر في كل رحلة. ورصدت المصادر مؤخراً موقع الشركة على الإنترنت، والذي أظهر امتلاء المقاعد لثلاث رحلات متتالية. وخلال أسبوعين فقط أقلعت 5 طائرات تابعة لشركة فلاي بغداد، فيما سيرت الخطوط الجوية العراقية الحكومية 4 رحلات. وذكر مهاجرون لهذه المصادر أن جوازات سفرهم صودرت من قبل السلطات البيلاروسية بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم نقلوا إلى أحد الفنادق، وبعد 4 أيام نقلوا بواسطة حافلات على شكل مجاميع إلى الحدود الليتوانية. وقالت قوات حرس الحدود الليتوانية إنها ألقت القبض في يوم واحد على 171 شخصاً أثناء عبورهم من بيلاروسيا، ليبلغ العدد الإجمالي للمهاجرين المحتجزين هذا العام 3,027 مهاجراً. وأكدت هذه القوات أن جميع المهاجرين من العراق، وأنهم أودعوا في مراكز احتجاز المهاجرين الممتلئة أصلاً في ليتوانيا. هذا وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مقابلة مع صحيفة البايس الإسبانية أنه أنشئ مسار لنقل المهاجرين العراقيين بالطائرة من بغداد إلى مينسك، ثم بالحافلة إلى الحدود الليتوانية التي يعدونها بشكل غير قانوني، يعبرونها بشكل غير قانوني، مضيفا أن هذا هو رد بيلاروس على العقوبات. أما وزيرة داخلية ليتوانيا فقد دعت إلى عد الأشخاص الذين يحاولون عبور حدود بلادها عمدا من أماكن محظورة بمنزلة من ينوي ارتكاب جريمة. حملة تحريض جديدة على السوريين في تركيا، جاء ذلك في مقال للكاتب سعيد الحاج. مجددا عاد السوريون ليكونوا في صدارة الأجندة السياسية والإعلامية في تركيا من زاوية الشأن الداخلي وليس فقط السياسة الخارجية، على الرغم من أن الأجندة الداخلية مزدحمة أصلا بموضوعات على قدر كبير من الأهمية والخطورة، وفي مقدمتها الحرائق المستمرة منذ أكثر من أسبوع. أبدى طيف من النخبة التركية ولا سيما بعض الباحثين والإعلاميين وعياً بخطورة هذا الخطاب وتصدوا لمواجهته، بعد أن كان ذلك مسؤولية السوريين وحدهم بمشاركات تركية قليلة في الحملات السابقة. لم يكتفي هؤلاء بالتوصيف كخطاب عنصري مبني على التمييز والكراهية، بل تخطوه لمساحة تفنيد عدد من المعلومات المغلوطة والشائعات بخصوص السوريين في تركيا، وصولاً لتأكيد أن هذا الخطاب لا يهدد السوريين وحدهم وإنما النسيج المجتمعي التركي نفسه، إذ من طبيعة هذا الخطاب أنه يحافظ على مضمونه مع تغيير الآخر الذي يحرض عليه،
بل إن بعضهم لفت الأنظار للمفارقة الواضحة بأن بعض أكثر السياسيين تحريضاً على السوريين والأجانب عموماً ليس من أصل تركي، وإنما من الوافدين على تركيا والباقين فيها لاحقاً. الخطير في الأمر أن خطاب التمييز والكراهية الذي يتحول بعضه لعنصرية ما زال مستمراً من جهة، ويتخذ بعض الأشكال الرسمية من جهة أخرى، ما يطرح مخاوف من احتمال تحول الأمر من خطاب لممارسات عنصرية تستهدف السوريين. وبالنظر إلى أن الانتخابات المقبلة في تركيا أهم وأكثر حساسية، ولا يملك أي طرف وخصوصاً العدالة والتنمية الحاكم رفاهية التراجع فيها فضلاً عن خسارتها، فإن ذلك يزيد من الهواجس المتعلقة بانعكاسات ذلك على السوريين وخصوصاً على صعيد سياسات الحكومة. فيما يخص انقلاب قيس سعيد، كتب طارق المجريسي مقالاً في موقع منظمة دوان الحقوقية، جاء فيه: في الأيام التي تليت قيام الرئيس سعيد بإقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان وتجريد النواب من الحصانة وتولي صلاحيات المدعي العام، كان التونسيون والمراقبون في الخارج يتجادلون عما إذا كان استيلاؤه على السلطة يعد انقلاباً أم لا. الإجابة القصيرة لذلك هي نعم. يرجع الخلاف على التصنيف إلى مدى كبير أو مستوى كبير إلى العبء الذي يأتي مع تصنيف ما حدث على أنه انقلاب. ما فعله سعيد مشكوك فيه دستوريا في أحسن الأحوال، ولا يمكن إنكار أنه قام بتركيز كل السلطات في يديه. تبدو الحسابات في القصر الرئاسي في قرطاج مختلفة تماما. اعتمد نجاح سعيد حتى الآن على الجيش، وهي المؤسسة الأخيرة في تونس التي لم يتم إصلاحها، والتي يبدو أنها تشارك رؤيته للبلاد من خلال دعمه ضمنياً لانتزاع السلطة. لقد أوضح سعيد أيضاً أنه لن يستوعب أو يتنازل لطبقة سياسية يعتبرها خارجة عن خطة الإنقاذ، كما أنه سيكون حذراً من قيام أي رئيس وزراء وحكومة يرشحها كما فعل رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي على ما يبدو من خلال إنشاء تحالفات عمل مع الأحزاب السياسية في مجلس النواب، في حين أن سعيد سيضطر على مضض إلى تعيين رئيس للوزراء، فإنه سيرغب حتماً في البقاء على الجانب الصحيح ليتجنب قيود المساعدات الأمريكية ويبعد عن نفسه مسؤولية إنقاذ الدولة من جائحة كورونا والإفلاس، حتى يتمكن من التركيز على المهمة الأهم المتمثلة في إعادة كتابة الدستور. لذلك بينما لا شك أن سعيد سيوافق في نهاية المطاف على تعيين رئيس للوزراء، فإنه سيحمي سلطته وشعبيته من خلال الحرب على مجلس النواب التونسي قبل أن يتمكن أعضاؤه من العودة. يشاع أنه قد تم إعداد قوائم بأعضاء مجلس النواب الذين سيتم اعتقالهم وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية في إطار مجموعة من التهم المعدة مسبقاً أو تحقيقات فساد جديدة، وهو أمر يبدو أنه بدأ بالفعل. وبهذه الطريقة سيكون سعيد قادراً على القيام بلعبته من خلال إظهار أنه يقوم بتجفيف منابع الفساد. أضاف الكاتب: أدى الانقلاب الذي قام به سعيد إلى دفع تونس إلى حافة الهاوية، لا جدال في أن هناك أمورا لا بد في من تغييرها، ويكمن التحدي حاليا في كيفية منع الأستاذ بحسب تعبير الكاتب ذي الميول الاستبدادية والذي تدعمه مؤسسات الجيش فقط من الانحراف إلى المسارات التي أدت تاريخيا إلى الإرهاب والطغيان. قلبت مجموعة من الأحجار التي نقش عليها قبل 3600 عام قلبت عالم الرياضيات والهندسة، وذلك بسبب ما كشفته من نتائج وصفت بالمذهلة، إذ اكتشفت النقوش في بغداد وهي قطع من لوح فريد جدا وقديم. الاكتشاف يعد قديما جدا،
إذ اكتشف في أواخر القرن التاسع عشر في وسط العراق وتحديدا إلى جانب من العاصمة بغداد، ولكن هذه النتائج حديثة اكتشفت مؤخرا وتعد النقوش على اللوح الحجري المكتشف من أهم نقوش العالم برغم صغر حجمه، وبقيت النقوش غامضة إلى أن حللت ودرست بشكل معمق من علماء مختصين في الرياضيات في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني بأستراليا. قبل الختام نبقى مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صداقة جديد من الرافدين في رعاية الله.